ذهبية تبيض بيضة واحدة في اليوم ويذهبان ببيعها إلى السوق ويشتران ماذا يحتاج إليها. ومرة فكر الرجل بذبح دجاجة ولكن مرة ليش ذبح الدجاجة؟ ليستخرج؟ ليستخرج البيض الذهبي لبيعه ويكون رجل غني. ولكن المرأة لا وافقت، لكن هو قام بذبح الدجاجة وندم ندما شديدا لأنه لم يلقى إلا الدم والحشيش والأحشاء. ولم يلقى إلا ولم يلقى ولم يلقى أي شيء. بيضات. بيضات. أحسنت.